لن ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لن ينسانا الله، لن ينسانا الله، وسيغنينا به عن سواه، فلا نطلب إلا إياه. لن ينسانا الله، لا ينسانا الله، ستحط قلوب وجباه على أرضه شوقا وصلاة. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، سيؤتينا من الغيب أحلى، فينسينا ما قاسينا. لا ينسانا الله، لا ينسانا الله، لا ينسانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ احنا هنا بنتابع معاكم عملية ريحانة خطوة بخطوة، عشان الناس اللي كانت عايزة تطمن عليها. احنا هنا قدام باب غرفة العمليات منتظرينها، انتظرناها حوالي ساعتين. هنا كان لسه ما خرجتش من غرفة العمليات. هنا الممرضة كانت بتقول لنا ان هي خلاص بتفوق وهتخرج. صراحة العملية كانت كبيرة عليها، ما تنسوهاش من الدعاء. هنا خلاص كانت خرجت وبنقولوها من العمليات للغرفة. صراحة الموضوع علينا كان صعب شوية، ونفسيا كنا يعني تعبانين. تذكروا دايما بالدعاء بالشفاء العاجل. هي بتفرح جدا بكومنتاتكم الحلوة ودعواتكم الحلوة. ان شاء الله ربنا يجعل دعواتكم من نصيبها. هنا كانت في مرحلة الإفاقة لسه من البنك، كانت بتفوق لسه من البنك. ادعولها طبعا بالشفاء العاجل، ربنا يخفف عنها الألم. وما تنسوهاش من دعواتكم بدار الغيب، هي بتشوف كل كومنتاتكم وبتفرح بيها جدا، فتذكروها بالدعاء علشان لما تخف ان شاء الله تبقى مصدر سعادة ليها كومنتاتكم الحلوة دي. والسلام عليكم. أيها الموج وصبرا، إن بعد الصبر بشرى. أيها الباكي بليل، سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور قل لي، هل يديم الله كسرا؟ يا عزيز القلب مهلا، إن